زي ما احنا عارفين في اعمال تطوير ورفع كفاءه بتحصل في النيابه العامه. امبارح النيابه العامه نشرت على صفحتها الرسميه على الفيسبوك الحلقه الرابعه من السلسله الوثائقيه بعنوان تطوير خطوط ورقاط الربط والشبكات، وده ضمن الاستراتيجيه اللي بتستهدف تحقيق التطوير الرقمي لدى النيابه العامه. والحقيقة احنا كان عندنا تعاون مثمر مع وزارة الاتصالات، وكان بناء من جديد للبنية التحتية في النيابات، تم عمل خطوط ربط، تم عمل كل المسائل اللوجستية اللي تحتاجها النيابة العامة في التحول الرقمي، وده طبعا هيتحدث عنه المتخصصين في هذا المجال. الحقيقة مساندة وزارة الاتصالات للنيابة العامة أنا كنت بعتبرها هي مساندة الدولة للنيابة العامة. مساندة الدولة للنيابة العامة تمثل في أن وزارة الاتصالات أفادت النيابة العامة بخبراتها وبما لديها من خبراء في إعداد البنية التحتية في النيابة. كانت أول خطوة من الخطوات المهمة لتنفيذ الاستراتيجية في النيابة العامة هي البنية التحتية أو الانفراستراكشر. البنية التحتية ديت أهم جزء في تنفيذ أي منظومة رقمية في أي جهة. لو ما فيش بنية تحتية إحنا مش هنقدر نعمل أي حاجة خالص. البنية التحتية في النيابة العامة كانت محتاجة كتير من المجهود لتطوير البنية التحتية، سواء كان الداتا سنتر مركز البيانات، سواء كان الشبكات، سواء كان خطوط الربط. حاجات كتير جدا في البنية التحتية كان لازم تتظبط علشان كل الإدارات وكل الجهات اللي داخل النيابة العامة لازم تكلم بعض علشان نقدر نطلع خدمة حتى للمواطن. المواطن لو طالب شهادة مثلا من واقع الجدول ولا حاجة، ودي حاجة بسيطة، احنا بنتكلم على انه مواطن راح ياخد خدمة بسيطة بالمنظر ده، محتاج ان هو يكون في النيابة العامة عندها داتا سنتر، محتاج يكون عندها شبكات، محتاج يكون عندها خطوط ربط، محتاج يكون عندها سوفت وير، محتاج يكون عندها يعني كوادر مؤهلة ومدربة لاستخدام هذه البرامج علشان تطلع هذه الخدمات. فبالتالي كل ده بيصب في انه خدمة واحدة المواطن محتاجها، كل ده لازم يكون متوفر في عناصر البنية التحتية الخاصة بالنيابة العامة لاستخراج هذه الخدمة للمواطن. اهتمت النيابة العامة بتطوير بنيتها التحتية الرقمية بتوفير خطوط ونقاط الربط وشبكات الاتصال وتوفير مستلزمات التشغيل وتطوير مركز البيانات والتكنولوجيا المستخدمة فيه وتطوير التطبيقات والبرامج وتدريب أعضاء النيابة العامة وموظفيها على استخدامها وتوفير قنوات اتصال بين النيابات وبعضها واستخدام التكنولوجيا في تخطيط موارد المؤسسة. بالنسبة لمادة خطوط الربط وتركيب نقاط الشبكات الداخلية، تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على خطة التركيب. وفرت الوزارة الشركات القائمة على التنفيذ في إطار بروتوكول التعاون المبرم ما بين النيابة العامة والوزارة، وعززت النيابة العامة بشركات أخرى في سبيل التقدم السريع في هذا المجال. وكانت المرحلة الأولى من العمل بتشمل تحديد عدد نقاط الشبكة المطلوبة وتوزيعها بشكل دقيق في الرسومات الهندسية لمكاتب الأعضاء والموظفين. بعد كده كانت الشركات بتنفذ ما تم الاتفاق عليه في الرسومات تحت إشراف عضو إدارة النيابات مع المهندسين المختصين. وكان التنفيذ بيشمل التأكد من مد وتركيب خطوط الربط وتركيب نقاط الشبكات الداخلية، ثم تفعيل أجهزة السويتشات، وثم بعد ذلك مهندسي الدعم الفني بيركبوا ويشغلوا الأجهزة على المنظومات الرقمية. وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير أعمال الصيانة لخطوط الربط، وتحديداً مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير منظومة الـ MRTG اللي بتمكن النيابة العامة من متابعة خطوط الربط وقياس كفائتها وعطلها ورفع قدرتها الاستيعابية. وبالتالي ما نفذته النيابة العامة في المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية واللي انتهت في 30/6/2022 هو مد 306 خط فايبر فائق السرعة بكافة النيابات على مستوى الجمهورية، وذلك لنقل البيانات من مركز البيانات الرئيسي إلى كافة المقرات وتوصيلها جميعا بالمركز. كما تم تركيب عدد 22212 نقطة شبكة وتم توزيعها بشكل منضبط للأعضاء والموظفين. وتم أيضا تفعيل 882 سويتش لتوزيع وتوجيه البيانات من وإلى خطوط الربط بعد مراجعة تأمينها. وكل هذا العمل جرى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وكافة المرافق والجهات المعنية على مستوى الجمهورية.